مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع المونديال والمنتخبات العربية توصل لتحقيق النتائج الإيجابية. بعد شوية نحكي على تعادل المنتخب المغربي مع نظير الكرواتي، لأنه البداية ديما مع الأهم اللي هو المنتخب الوطني التونسي اللي توي صفحة الدنمارك وبدأ يحضر للمقابلة الثانية في المونديال ضد أستراليا. آخر أخبار المنتخب جينا مباشرة من قطر مع مبعوثنا الخاص أحمد عادلة. مرحبا يا أحمد. مرحبا بك مكي، مرحبا بكل اللي يشاهدوا فينا مباشرة الآن على صفحتنا على موزايك افام ولا على سبور موزايك، ولا اللي يسمعوا فينا كيف كيف على امواج إذاعة موزايك افام. بالفعل منتخبنا الوطني توي من البارح في الليل نجم نقولوا صفحة التعادل الثمين، النقطة المهمة النقطة التاريخية نجم نقولوا اللي حلت لنا بيبان للحلم اللي يكونوا يكبر ضد منتخب الدنمارك، وبدا في التحضيرات للمباراة القادمة ضد المنتخب الأسترالي. المنتخب حاليا تقريبا عنده 8 دقائق من بداية الحصة التدريبية الأولى ليه بعد مباراة أستراليا. الحصة دي مفتوحة للإعلاميين، وأكيد بشكون عنا تصريحات من بعد مع زميلي محمد علي عرفاوي اللي حاضر في الحصة التدريبية هذه. كيف كيف غدوة ثم حصة تدريبية بنفس التوقيت، في نفس التوقيت الأربعة بتوقيت الدوحة، مساعتين توقيت تونس، ولكنها بشكون مغلقة. ثم يوم الجمعة ثم حصة تدريبية 9:30 بتاع الصباح بتوقيت تونس، 11:30 بتوقيت الدوحة، تليها مع 5:30 بتاع العشية بتوقيت الدوحة، مع 3:30 بتوقيت تونس ندوة صحفية للمدرب الناخب الوطني جلال القادري وبش يكون معاه لاعب. ثم منه غدوة يوم السبت مباراة ضد المنتخب الأسترالي، إن شاء الله نتمنى وكونوا نحقوا فيها نتيجة إيجابية ونحطوا سيق في الدور القادم. مباراة هذه كما مباراة اللي لعبناها ضد الدنمارك البارح بش تكون بالقميص الأبيض والحراس المرمى بش يلبسوا القميص الأصفر. واضح أحمد، بالنسبة للجماهير التونسية تواصل صناعة الحدث في قطر، ويظهر لي سجلت حضورها مش فقط في مباراة المنتخب الوطني التونسي البارح. بالفعل الجماهير التونسية صنعت الحدث بجوز حاجات، خلينا نكون متواصل معاك ساعة، صنعت الحدث لأنها اليوم كانت مساندة للجماهير المغربية في ملعب البيت وين المنتخب المغربي لعب اليوم مباراته ضد المنتخب الكرواتي. وفات منذ قليل المباراة هذه، أنت أكيد تعطي تفاصيلها الكل، ولكن الجماهير التونسية كانت حاضرة بقوة. حاجة أخرى زادة صنعت الجماهير هي صنع الجماهير بطبيعتها في الشوارع كل يوم وكل ليلة، ولكن زادة البارح بعد مباراة تونس ضد الدنمارك في ملعب المدينة التعليمية. ثم صور زادة ورأجتنا من ملعب المباراة احنا ريناها بمجرد العين بالطبيعة، وزاد الصور قاعدة تدور كونه الجماهير التونسية قامت بحملة نظافة، نظفت الملعب المدينة التعليمية في عديد من الأجزاء متاعه وخلاه الملعب كما دخلوا القوى نظيف خرجوا القوى نظيف، والأهم كونه الملعب يخليه نظيف هو يخليه صورة التوانسة لهنا اللي الحقيقة مكي انت كنت موجود لهنا في كأس العرب وأكيد في ديسمبر الفارت، ويمكن زادة برشا ومتأكد لكونك المست كونه مداع حب القطريين للجماهير التونسية لهنا. أكيد هذا أكيد، خاصة مع الاحترام اللي يفرضوه الجماهير التونسية بسلوكهم المحترم الموجود. شكرا لك أحمد عدالة مبعوثنا الخاص لتغطية كأس العالم فيفا قطر 2022. المونديال على موزايك ديما مع المونديال، والمنتخب المغربي تعادل اليوم مع كرواتيا 0-0 في أول مقابلة من المجموعة السادسة. المنتخب المغربي قدم مقابلة محترمة جدا اليوم ضد وصيف بطل العالم في النسخة الفارتة من المونديال ومن أبطال المقابلة، خاصة كان الحارس بونو في نفس المجموعة اللي هي المجموعة السادسة. 8 متاع الليل اليوم بلجيكا تواجه كندا. بالنسبة للمجموعة الخامسة ماضي ساعتين انطلقت مباراة ألمانيا مع اليابان، والخمسة متاع العشية إسبانيا تواجه كوستاريكا. في الرابطة المحترفة الثانية ماضي ساعتين انطلقوا مقابلات المواجدة من الجولة الأولى والجولة الخامسة. في المجموعة الأولى مقابلة مواجدين من الجولة الأولى، مستقبل ودليل مستقبل المحمدية الحكم محمد شعبان، من الركبة أولمبيك مدنين الحكم فرج عبدالهوي. في المجموعة الثانية من الجولة الخامسة الملعب الجيبسي القلعة الرياضية الحكم حسين بولعريز، جمعية جربة سبورتينج المكنين تحكيم وليد الجريدي، وترجي جرجيس قوف القفصة بإدارة الحكم كريم الخميري. في كرة السلة اليوم يتلعب مقابلة الجولة 12 من البطولة المحترفة، الستة متاع العشية داليت جرومبيلي ضد النادي الإفريقي، شبيبة المنازة ضد الملعب النابلي، النجم الساحلي ضد اتحاد الأنصار، اتحاد المنستيري الزهرة الرياضية، وشبيبة القيروان تواجه النجم الرادسي. أعلن مانشستر سيتي اليوم على تمديد عقد مدربه بيب غوارديولا حتى لجوان 2025، يعني لمدة زوز مواسم إضافية. بيب غوارديولا يشرف على تدريب مانشستر سيتي من 2016.
أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمينة وعدنان في فورم.